السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نضع بعض الأدوات الصحية. وليكن مثلا هبدأ أرسم الحوايج بتاعتي، أهو ده الحيط اللي احنا نرسمه، بايبل لاين وهكذا. وبعد كده هروح على فرنتشر، بلاقي عندي حاجات زي مثلا فرنتشر زي ستول زي باد تيبل شيفز، وبلاقي عندي الأدوات الصحية زي الحوض هوت سينك. تبدأ بقى تختار النوع بتاعه، هل انت عايز سيركل مثلا، الألعاب بتاعته تبدأ تختار الألعاب اللي انت عايزها، هل انت عايز حاجة تبقى تحتيه بالشكل ده ولا لأ، النوع بتاعه. ميكسر مثلا اكسبت، ونبدأ نحط الحب بتاعنا مثلا هنا اهوت. عايز تبدأ مثلا تحط حوض، تقدر تغير الاتجاه بتاعه لو انت حابب. ممكن تجيبه مثلا هنا ومن امر موف علم على الحوض، وهنقل دوت القاعدة مثلا حسب ما انت عايز. وهكذا كل الأدوات الصحية تقدر إن أنت تضيفها. وبرضه نفس الفكرة بالنسبة للميكروويف، الحاجات ديت تقدر تختار هنا الكالر بتاعه وهكذا الشكل بتاعه اكسبت. ولو انت عندك اي ترابيزة ممكن تحطه على الترابيزة ديت، يعني خلينا نحط تيبل الاول اهو، وبعد كده نحط الميكروويف بتاعه.